أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم الاثنين عن بدء تصدير محصول البطاطا المحلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم توقيع العقد مع شركة كار المنتجة للبطاطا في إقليم كردستان بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والفلاحين في الإقليم. إن المنتج البطاطا المحلي في إقليم كردستان بلغ هذا العام 650 ألف طن، في حين إن الاستهلاك المحلي بلغ 100 ألف طن، ومن الممكن تصدير كمية المتبقية خارج البلاد. نتمنى أن لا يقتصر التصدير على محصول البطاطا فقط، بل يشمل بقية المنتجات المحلية أيضا. ومن ضمن جدول أعمال الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم الاهتمام بالقطاع الزراعي وتصدير المنتج المحلي للحفاظ على الأمن الغذائي في المنطقة، وهو أمر يسعد المزارعين. حكومة إقليم كردستان أولت أهمية قصوى لتعزيز وتنويع الاستثمار في قطاع الزراعة وفي قطاع السياحة، تشكل 40% من إيرادات الحكومة المتوقعة خلال السنوات القادمة. اليوم الحمد لله خلال التشجيع الكبير اللي نلقاه من قبل حكومة إقليم كردستان، متمثلة في رئيس الوزراء، متمثلة في هيئة الاستثمار، طبعا جميع هذه الظروف شكلت اليوم آلية التعاون الكبير اللي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة إقليم كردستان، واللي تمثلت في توقيع الاتفاقية الحكومية. ومقارنة بالسنوات السابقة زاد إنتاج البطاطا في الإقليم، حيث تم زراعة 60 ألف طن وإنتاج أكثر من 600 ألف طن، أي ما يقدر ب 500 مليون دينار سنويا. ريكارد جورج، زاغروس الفضائية، أربيل.